كما كتسمعوا جميعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الوطنيه والدوليه، في ديك كتعرف واحد الحراك داخل في الشهر الرابع نظرا للقرار الذي اتخذته الجماعه، هو التوقيع على اتفاقيه تفويت الماء لتدبير الماء للشركه الجهويه المتعدده الاختصاصات. وهذا الشيء طبعا الشيء الذي رفضه المجتمع الفيكيكي والساكنه بفيكيك، نظرا لان الماء يعتبر ملك للساكنه، ملك للفيكيكيين منذ ما يزيد عن 9 قرون، يعني كنسيروه وكندبروه بطريقه مقننه، ما سواء الماء السقي او الماء الشروب. ولهذا يعني باش تدخل لنا الشركه في تسيير هذا المرفق الحيوي، امر يعني مرفوض بشده عند الساكنه. هو الذي يعني دفع بالساكنه المجلس الجماعي، يعني بعد دورته الاولى كان صدق بالرفض ايام من الدوره الاولى التي رفض فيها بالاجماع الرفض للانضمام لهذه الشركه، عاد بعد 5 ايام لعقد دوره استثنائيه يوافق فيها على الانضمام، الشيء الذي اجج الساكنه ودفعها للاحتجاجات، وهذه الاحتجاجات اللي عرفت يعني مسيرات سلميه، مسيرات بالحيك للنساء، مسيرات بدراجات، مسيرات سلميه كما قلت كتعبر على الوعي وعلى الالتزام وعلى الوعي كما قلت لك ديال الساكنه، الوعي بمطالبهم والمعي والوعي بمطالبه الحقوق المشروعه والوعي بالتزام يعني المساهمه في تثبيت السلم ونبذ كل ما هو عنف وكل ما هو يعني غادي يرجع للبلد ولا على الواحه باشياء سلبيه. واخرا يعني من الاحتجاجات ديالنا تم فيها اعتقال واحد الناشط البارز، يعني ناشط في الحراك بامتياز، الرفيق موفو محمد الابراهيمي، يعني في تهامين وفي ملفقه اقول من السيد الباشا، يعني اصدروا عليه حكم جائر في حق محمد ابراهيمي في حق موفو، وأراها كما قلت لك تهم وهي لا تموت إلى الواقع بصلة. أيضا الاعتداء التي عرفته الناشطة والأخت حليمة زايد من السيد المسؤول الأول في المدينة السيد الباشا لمجرد أنها طلبت رخصة لحفر البئر. المهم المطلب الوحيد والأوحد لساكنة في جيش هو صح الاتفاقية، الانسحاب من اتفاقيات التي تنص على تفويت قطع الماء للشركة المتعددة الاختصاصات. في حالة الرفض يعني احنا طرقنا مجموعة من أبواب الحوار كما تطرقوا الأخوان في المداخلة ديالهم، لكن كلها باءت يعني بالفشل نوعا ما. احنا إذا لم تستجب يعني الجماعة ولا الجهات المعنية لما طلب الساكنة، يعني هو سحب الشركة، الانسحاب من الشركة، نحن في تصعيد وفي احتجاجات دائمة وملتزمة وسلمية إلى تحقيق المطالب.